والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في 9. رجائي رمزي معه الأخبار بالتفاصيل دائما، تفضل رجائي. أهلا بك. شكرا نهى، شكرا إلهام. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. أكدت المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكا هارمغارد، أكدت أن الدولة المصرية لديها من الإمكانيات ما يسرع من عملية التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المستقبل. وخلال النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أشارت هارمغارد إلى الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يتم من تعاون ما بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن، مشيدة بخطة الحكومة المصرية الطموحة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول العام 2040. أكد وزير التجارة والصناعة تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة باتحاد الغرف والبورصات التركية، حيث أكد الوزير أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي ما بين الجانبين، والذي تخطى حاجز 7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال العام 2022، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، منوها إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية حرص الاتحاد على التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن مصر تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في قارة إفريقيا، لافتا إلى قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية في وقت قريب. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا بالتعاون مع منظمة اليونيسف. تستهدف المبادرة طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني. يشارك في المبادرة التي تتضمن خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة متخصصون من أكثر من 22 جامعة حكومية وخاصة ونحو 21 جهة ووزارة ومركز بحثي. في إطار رؤية وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مبادرة بنفكر لبلدنا لطرح 50 فكرة مبتكرة من خلال مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. الفكرة انبثقت من منتدى السياسات العامة. منتدى السياسات العامة انطلق منذ سنتين تحت مظلة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كانت فكرته ان احنا نضمن انه بيحصل ادماج واشراك لاكبر عدد ممكن وفئة ممكنة. كنا بنستهدف بالذات فئة الشباب الجامعي اللي من خلفيات مختلفة، كليات مختلفة. المبادرة تتضمن خطة اعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الافكار المطروحة، ويشارك في المبادرة متخصصون من اكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة وجهات حكومية ومراكز بحثية و40 مشاركة فردية للخبراء. أنا بحيي القائمين على منتدى السياسات العامة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المبادرة دي، لأنها شجعتنا كشباب عاملين بالجهاز الإداري للدولة ومؤسسات الدولة أن احنا نشارك بأفكارنا في صناعة السياسات العامة. اللي كان معروف يعني أنه دايما الشباب عندهم أفكار في كل القطاعات، ولكن ممكن قنوات الاتصال مش كافية أن هم يوصلوا أفكارهم
أو مش فاعلة قوي، أو هم نفسهم الشباب ما يعرفوش إزاي يوصلوا أفكارهم. لكن المبادرة اللي بتتعمل النهاردة دي هتساعد كل العاملين بالجهاز الإداري والدولة، وأعتقد أنها تتكرر مرة تانية أن هم يشاركوا في صياغة السياسات العامة. التجربة في حد ذاتها هي حاجة مهمة جدا، لأنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتحديدا من خلال منتدى السياسات العامة بيدي فرصة لشباب الباحثين والمراكز البحثية أن هم يقدروا يسهموا في صناعة أو أن هم يسهموا في بناء اقتصاد أكثر تنافسي، وهو محور المسابقة المرة دي. المبادرة تشمل لأول مرة طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لطرح أكثر من 50 فكرة تنفيذية لمتخذ القرار في هذا الشأن. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أكد أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد بلغت أكثر من 455 مليون جنيه، ذلك بخلاف الاعتمادات المركزية. وخلال اجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية أكد شوشة أن مخصصات الخطة سيتم توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة. وإلى أسعار المعادن، حيث انخفضت أسعار الذهب بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على إثر صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو الماضي. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفردية بنسبة بلغت 0.5% لتصل إلى 1935.27 دولار للأوقية، بعدما ارتفع بنحو 0.6% في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأمريكية إلى AA+ من AAA، فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفردية أو الفورية بنسبة بلغت 2.5% لتصل إلى 23 دولار 71 سنتا للأوقية، فيما هبط أيضا البلاتين بنسبة بلغت 1.1% لتصل إلى 920 دولار و78 سنتا، بينما انخفض أيضا معدن البلاتينيوم بنسبة بلغت 0.4% لتصل إلى 1235 دولار 17 سنتا. نهاية أخبارنا الاقتصادية مشاهدين، عودة مجددا إلى نهى وإلهام، فعليكم. شكرا لك رجائي على هذا العرض.